وهذا سائل يسأل يقول: إذا أتاني رجل يريد الزواج من ابنتي ولا أعلم هل هو مستقيم يصلي أم لا، فهل أسأل عن حاله؟ وهل الواجب أن أخطب لابنتي الرجل الصالح؟ ما توجيهكم؟ نعم، إذا جاءك من يريد الزواج من ابنتك وأنت لا تعرفه اسأل عنه، اسأل عنه من يعرفونه من أهل الخير ومن أهل النصيحة، اسأل عنه. فإذا ذكروا لك أنه رجل مستقيم ومحافظ على الصلاة وذو أخلاق حسنة فزوجه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. من ترضون دينه، إن كنت تعرفه فلا يحتاج إلى أنك تسأل عنه، وإن كنت لا تعرفه فاسأل عنه أهل الخبرة به وأهل النصيحة وأهل الدين. نعم. السؤال الثاني: ولا مانع، طيب أنك تلتمس لابنتك من يصلح لها وتخطبه لها، هذا شيء طيب، أن تعرض عليه أن تزوجه ابنتك أو موليتك إذا كنت ترضى دينه وخلقه وأمانته، فتعرض عليه هذا، وليس في هذا عيب، ليس في هذا عيب أنك تقول للذي ترضى دينه وأمانته: هل تريد أن أزوجك؟ هذا شيء طيب. نعم.